ترى يعني احنا عندنا في مصر المعدل اعلى من دول اخرى، ولا هو الناس كلها بتدخن كده؟ يعني برضو يمكن احنا عندنا في مصر احنا بندخن في اي حتة بره. الواحد لما بيشوف الناس بتقف في السقعة في التلج بعيد عن المكان او بعيد عن البوابة، مش ينزل يشرب على الباب، بعيد عن الباب مثلا ب 500 متر ويمشي في السقعة ويبقى قاعد بيتكتك كده وبيدخن السيجارة، فاكيد برضو الحاجات دي بتساهم بشكل او باخر، ما اعرفش يعني. انت عارف فهل حضرتك فعلا احنا هم كام عدد المدخنين في العالم باحصائيات منظمه الصحه العالميه؟ 1.7 مليار. يعني من you're الستة talking سبعة مليار؟ يعني بتتكلم حضرتك في تلت العالم بيدخن. لا طبعا المشكله دي من المشاكل العاليه على مستوى العالم واللي بتحاربها منظمه الصحه العالميه وبتدخل فيها يعني وزاره الصحه هنا وجميع البلاد ان هم الاقلاع عن التدخين، وفي اليوم الصحي للرئه لصحه الرئه، وفي اليوم العالمي للاقلاع عن التدخين والكلام ده. ايوه لانها مشكله كبيره. طب انا هسال حضرتك حاجه، هو ارتفاع، احنا عارفين ان الفتره اللي فاتت اسعار السجاير والاسعار الشيشه والحاجات دي كلها تضخمت جدا، هل ده مؤشر ان التدخين نسبته ارتفعت في مصر؟ فبنزود بقى، ما هو الناس فرصه. هقول لحضرتك حاجه، هي مش فكره انها عرض وطلب فانا برفع السعر علشان لان هو العرض عليها عالي. هي المشكله عندنا مايند سيت، طريقه تفكير، فكر خاطئ. 90% من الشعب، ان ما كانش 100% منه، 99.9 بس علشان ايه ما نكونش ان احنا بنبالغ، وجهه نظره للتدخين غير انها في الاصل تعتبر عاده. اتس ا هابت، هي عاده انت اتعودت عليها. النيكوتين عندك بيرتفع في الجسم بليفلز معينه وليها علاجاتها بالطرق بتاعتها، ولكن هي عاده اقرب للادمان التعود، فانت تقدر توقفها. ارتفاع سعر السجاير والشيشه لانه دي مش يعني مش منتجات اسينشال او حيويه او مهمه بالنسبه للفرد، بالعكس هي مدمره. فاعتقد ان ده ممكن يكون اتجاه الدوله في انه يعني محاوله الضغط على او محاوله ايصال رساله بالنسبه للفرد بانه انت لو انت متعود بتشرب بدل ما تبقى علبه يا سيدي خليها 5 سيجارات في اليوم، اذا كان هو كيفك جايب كده حسن حاجه وحسن من دخلك من الناحيه الثانيه طب ان وهل معدل صرفك ما يبقاش عالي. ارتفاع السجاير ده ليه علاقه بالاسعار العالميه؟ لان هو كان معروف ان السجاير في دول اوروبا كانت غاليه جدا بالنسبه لاسعارها في الوطن العربي على وجه الخصوص يعني. فهل ده عليه يعني، هل ده يعني بيحاولوا يخلوا السجاير في كل حته في الدنيا اسعارها واحده؟ بص اعتقد حياتك هي دي مش سياسه موحده في العالم كله. هي اسعار السجاير في العالم معروفه ب يعني ليها سياستها في الانتاج والاستهلاك والعرض والطلب والكلام ده. احنا عندنا هنا في مصر، ودي حاجه انا اعتبر انها من الحاجات الكويسه جدا انها اتعملت، ان انا لما اصنفها سلعه مستفزه وبالتالي يتم رفع النسب البروفيت عليها او الضرائب عليها او الجمارك عليها، انا فعلا انا بحمي المواطن اذا كان هو مش عايز يفكر من نفسه ان المايند سيت بتاعه او بضغط طريقه عليه. تفكيره. لا انا هوجه لك من ناحيه انا في اتجاهي اني اخليك انسان منتج ولست مستهلك. يبقى بص كده انت بتاخد من حق اسرتك وحق اولادك، تبتدي تفكر، ابدا غير طريقه تفكيرك بانه الكارثه اللي انت بتشربها دي ما بتريحكش. وبعدين ده يعني اعتقاد خاطئ تاني. انت حضرتك لما يكون في عندك مثلا استهلاك الشيشه اللي هو يقول لك اصل الشيشه دي ابسط ومش ابسط والكلام ده، احنا بنستهلك 50,000 طن تباكو المعسل سنويا، 3 مليار جنيه تباكو بس. غير غير الدخان السجاير، للسجاير. غير السجاير، غير حضرتك بقى. بص احنا ممكن نحط زي ما بقول لحضرتك الاصناف الاخرى من المواد التي يتم تدخينها بقى. الارقام كبيره، الارقام تتوجه لحاجه تفيدك انت كفرد.